ساسبنس جامد جدا. رجعنا لحضراتكم من جديد، والكتاب البنات دايما بيميلوا للروايات بقى الخيالية الاجتماعية العاطفية، وانها تكون دايما يعني عادة لايت. لكن ضيفتنا النهاردة اختارت الطريق الأصعب في روايتها الجديدة علشان تكون غرائبية شوية في إطار تشويقي بوليسي، وقررت انها تشارك بيها السنة دي في معرض الكتاب. اسم الرواية يوم آخر للقتل. مجرد الاسم كده على طول بيحيرنا شوية، بيكون عندنا فضول نعرف الرواية بتتكلم عن ايه، هي دي جريمة ولا ايه القصة؟ ده اللي هنعرفه النهاردة من ضيفتنا اللي منورانا، الكاتبة هناء متولي. ازيك يا هناء؟ اهلا بيك يا استاذة دينا، انا فخورة جدا ان انا مع حضرتك حبيبة النهاردة. قلبي انا اكتر، ومشرفانا النهاردة، والف مبروك على الرواية الجديدة وفي معرض الكتاب، صح؟ فعلا في معرض الكتاب في جناح الدار المصرية اللبنانية. بصي، انت عامله لها انترو وعامله لها كده زي برومو للكتاب ومشوق. انا متاكده ان اللي في ظهر الكتاب هو الجمل اللي اتكتبت على السكرين. في منها جزء وفي جزء تاني في الظهر. طيب قولي لي كده بقى، انا عايزه قبل ما اتعرف على الروايه الجديده عايز اتعرف على هناء نفسها. بقالك قد ايه بتكتبي؟ وعايزه اعرف المجموعات القصصيه المختلفه اللي قدمتيها قبل كده. في الحقيقه انا يمكن بقالي فتره طويله جدا مهتمه بالكتابه، مهتمه بالادب. يمكن اول مره كتبت فيها كنت في ابتدائي، يعني كنت بقلد واحده بنت اكبر مننا كانت بتكتب، فحاولت ان انا اقلدها وكتبت قصه قصيره يعني، ورحت طبعتها ورحت وزعتها على زمايلي والاساتذه. الموضوع جدا من ابتدائي يعني. ايوه فعلا. وبعدها بدات اكون مهتمه بالقراءه اكتر حاجه يعني. يمكن اهتميت بالقراءه ولحد فتره طويله لغايه تقريبا 2017. كانت بقى اول كتابه حقيقيه. يمكن اول اصدار ليكي 2017. ايوه يمكن اول روايه كان اسمها ايه؟ اسمها اسرار سفليه. اوكي. يمكن لا ثانيه واحده، اسرار سفليه ده بقى سحر وشعوذه بقى واعمال وحاجات كده، ها؟ هي شويه بتتكلم عن البنات في فترات المراهقه. يمكن بيحصل فتره المراهقه والازمات اللي بنعاني فيها، ازمات الطفوله والمراهقه او كده. يمكن البنات بالذات او الشباب عموما في الوقت ده بيميلوا دايما للحلول السريعه السهلة اللي بيبقى فيها مثلا جانب زي جانب الإدمان، زي جانب السحر، زي الأفكار المجنونة. فهي شوية خاصة بالتين إيجر أو السن ده. بس هي مرعبة شوية. تعالوا لنا كده ونشوف الغلاف. أسرار سفلية وواحدة عينيها مقلوبة، ويعني الناس تفاعلت ازاي مع الغلاف؟ هل الغلاف كان له اثر في ان الناس تخاف ولا تقبل على الروايه دي؟ لا الحقيقه الناس حبوها جدا، يعني حبوا الغلاف. وهي مرعبه فعلا؟ فيها جانب رعب، بس هي مش مرعبه اللي هو الرعب يعني الركيك، لا. هو فكره، هو انا لو اقتحمت المجال ده او دورت وراه هوصل لايه؟ هل فعلا هقدر اتحكم في حياتي ولا في حاجات غريبه هي اللي هتحكمني يعني؟ اوكي. يمكن التعرف على المجال ده او الجانب ده اخره ايه اكتر من ان هي كتابه في الرعب. طيب انت بتناقشي كمان في رواياتك جانب حياة البنات، ولا انت بعيدة عن الكتابات عن البنات كونك يعني كاتبة امرأة يعني؟ هي الحقيقة يمكن احنا عندنا شوية في خلط في المفهوم النسوي في الكتابة يعني. الكتابة النسوية احنا مش فاهمينها صح. احنا فاكرين ان الكتابة دي هي علاقة بقى بالكتابة اللي فيها نتكلم عن الظلم والصراخ لا الحقيقة ان الكتابة للنساء او الكتابة عن النساء هي كتابة عن شريحة كبيرة جدا ليها ألمها الخاصة، ليها مشاكلها الخاصة. لكن احنا طول الوقت متعودين ان احنا يعني نتعرض ليها بشكل نمطي جدا وبشكل كلاسيكي جدا بدون فهم حقيقي. لكن هي مفيش تصنيفات في الكتابة، انا ما اقدرش اصنف ولا احب ان حد يصنفني. لكن مثلا انا بما اني امرأة، بما اني كمان عايشة في الريف، فبشوف ان هنا في فرايتي عالي جدا، لان المجتمع الريفي كمان يمكن احنا بطلنا فترة كبيرة جدا نكتب عن الريف. صح. اخدنا بقى الصورة كأن الحياة هي القاهرة. أيوة. اسكندرية. أيوة. القاهرة أكتر كمان طبعا. فأنا حابة أبص على الريف يعني، حابة أن هو يبقى مشروعي. هل الستات في الريف أو الحياة في الريف هي نفسها اللي احنا تعودنا عليها؟ هل في التطور مثلا، التطور في الشكل، في المعمار، في شكل البنات، في لبس البنات؟ طب هل ده انعكس على كتاباتك يا هناء؟ طبعا طبعا طبعا. يعني فعلا في تطور؟ ما هنا بقى في يوم آخر للقتل احنا بنناقش هل التطور ده تطور حقيقي؟ يعني هل احنا عقلنا
وتفكيرنا بقى مناسب للتطور ده، ولا هو تطور ظاهري فقط؟ يعني ولا احنا هنفضل بنفس نمطية صحيح صحيح الاعتقاد؟ صحيح. يعني انا قاهرية هفضل فاكرة علشان انت منين بقى؟ انا من الدقهلية. ريف من الدقهلية؟ انت من المنصورة يعني؟ ايوه يعني هبقى عندي فكرة نمطية عن الريف او اي حاجة تانية غير القاهرة. صحيح. كأني بتفرج على افلام الابيض واسود من زمان. صحيح. وده مش حقيقي. فعلا فعلا الناس لما بتنزل للريف بتنبهر بان في الريف يعني القرى تحولت الى مدن صغيرة. بالظبط. لكن في نفس الوقت احنا نفس الافكار القديمة مش قادرين نتخلص منها. صح. احنا دايما الخرافة او يعني العادات والتقاليد احيانا بتبقى اقوى من اليقين او الاعتقاد. صح. فهل ده احنا يعني بنواكب تطور مشوه بس، تطور خارجي بس؟ بالظبط. طيب. خصوصا يوم اخر للقتل. ارعبيني. لا ابدا، هو يمكن العنوان هو الحقيقة ان العنوان الاولي كان هو الغريقات، بس الغارقات الناشرة أستاذة نرمين رشاد بحييها يعني من برنامج بتاع حضرتك، اتناقشنا كتير قوي في العنوان. فهو كان الفكرة ان القتل للنساء او القتل عموما هو مش بالغرق فقط، يعني هو في قتل معنوي، في قتل مادي، في قتل بالترك، في قتل بالاحكام اللي احنا بنطلقها على الستات بالتجاهل صحيح صحيح، ونحن مش قادرين نفهم احنا محتاجين بالخيانه نتكلم بحاجات عن كتير. بس ما بيبقاش قتل بدم، او احنا قلنا ان القتل ممكن يبقى قتل معنوي، لكن الروايه القتل فيها قتل يعني لفظي او موضوعي ولا قتل بحقه حقيقي؟ الحقيقه ان هو كل الانواع. كل الانواع. اوكي. هو مفترض ان طبعا في الفتره الاخيره كان في عنف زايد جدا ضد الستات، وخصوصا في المنطقه بتاعتنا يعني في الدقهليه. للاسف من سوء حظنا ان كان في بعض الحوادث الكتيره في فتره قليله، فيمكن دي كانت محفزه ليا اكتر. هو العنف ده يعني ايه الاسباب الحقيقيه في العنف او في المنطقه بتاعتنا بالذات؟ اللي هو بالزيت. واحد مرضيش اهل العروسه. أيوة بيه، وهي أيوة مرضتش بيه. راح قتلها قدام الجامعه. يعني كذا حادثه، مش هي حادثه، طبعا مش حادثه واحده بس، حادثه شهيره قوي. كانت مزعجه ليا انا يعني، حسينا حتى في هناك في المنطقه ان الاجواء بقت سيئه جدا. العصبيه بقت زايده. فانا فكرت هل ده معناه ان المنطقه ملعونه؟ هل احنا كلنا هنروح للحل الاسهل ونميل بقى للخرافه ونميل الأزمة على الستات بس، ولا احنا فعلا عندنا مشاكل حقيقيه واحنا مش قادرين نشوفها؟ تعليقات بقى او ردود الافعال للكتاب لقيتيها ازاي من القراء بقى؟ انا مبسوطه جدا بردود الافعال يعني، لكن انا عايزه اقول لحضرتك حاجه يعني كوميدي شويه. في حد يعني قارئ عزيز وزوجته كانوا في الجناح، فبيسالوا عن الروايه يعني، بسال سيلز هي الروايه دي بتحكي عن ايه؟ فبيقول له يعني حوادث غرق للستات بس. قال له ستات بس؟ لا لازم اشتريها. هو مبسوط جدا. أيوة بان القتل للستات بس. صحيح. طبعا دي كوميديا. طبعا طبعا اكيد بيهزر او أكيد بيرمي كلام على مراته اصلا. طيب دلوقتي بقى، هل ممكن الروايات دي تبقى روايات قابله انها تكون اعمال دراميه ومسلسلات وكده؟ هل انت شايفه الجانب ده في رواياتك ولا ايه؟ هو الحقيقه انا ما اقدرش احكم على العمل، لكن انا براعي وانا لسه في مرحله الكتابه ان انا بعتمد على المشهديه وعلى الصوره، بحيث ان انا القارئ يبقى خياله دايما شغال. ايوه ودايما مش يعني ما بحبش الكتابه الجافه يعني. عشان كده بختار الجانب الغرائبي او الجانب اللي فيه تفكير وخيال عشان يعني اللعب فيه اكتر. فهنا بحس ان هي فيها مشهديه عاليه، فطبعا هي صالحه جدا للتحول لعمل درامي، وده هيسعدني لانه هيوصلها لعدد اكبر طبعا. طيب اخر حاجه وانا بشكرك يا هناء، ايه الروايه الجايه باذن الله لهناء متولي؟ انا يمكن بفكر في فكره عن برضو ريف. انا خلاص انا حابه اتكلم فتره عن الريف. حد بيتكلم عن الريف، لكن كمان عن الريف في الفترات اللي هي كانت في الحروب العالميه واثناء الاحتلال الانجليزي. عايزه اتكلم ازاي الاحتلال ممكن بيشوه عقليات الشعوب او بالذات الخاصه في منطقه الريف. جميلة. ان شاء الله انا ببارك لك على الاصدار اللي حاليا في معرض جداً. الكتاب يوم اخر للقتل، يعني روايه تستحق مننا اننا نقراها، للكاتبه اللي نورتنا النهارده هناء متولي. وببارك لك الف الف مبروك وبالنجاح دايما. اشكرك. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم حلقتنا لليوم في ست الستات. خليكم معانا.